اسلم له. الان حصان وانا راجع الاسطبل محتر ذكرت مره كثير بس اكررها مره ثانيه. تراك داس حار راجع جربها مع اي حصان مركوب خطا سواء حصانك الخاص او حصان ثاني مركوب خطا وهو محتر راجع الاسطبل تراك داس عطى صوت تحريك وضم رجولك يعني كانك بتحرك صوت تحريك وضم رجولك مع ان اليد تقول مسار يعني يدي ما ذكرت رد حصان مسار لكن صوتي بيقول الحصان تحرك ورجولي بتقول الحصان تحرك بدقريبس الحصان مخرب او مركوب خطا بينطلق او بيستمر قدام راس اليابس لاحظ الحصان اللي كان مضبوط يعطي صوت الحركه ورجولي وانا خوفه دقريبس فالفكره ان التحكم في الحصان اثناء خوفه هو الدرجه الاعلى في التحكم وليس تدريب الحصان على حركه وفعل المحصله النهائيه طبعا هذاك برضه فن مختلف تماما بس الموضوعين مختلفين مادتين مختلفه التحكم هو انك تتحكم بالحصان وهو مخالف هذا التعريف اللغوي للتحكم لكن لما الحصان يبغى يسوي الشيء سويته هي تدريب كلها صح طبعا بس مختلفة عن بعض وهكسنا مطين بروسي عاد المويه ودك ممكن تشرب مويه ثانيه طيب ان شاء الله تبارك الله يلا ولا العالي شوي يشغال ولا انت راسك ما في احد لا ما في احد احس من البرد عز الله الله يديم البرد ها Bye!
الرقص اثناء على ما قالوا انشغال وتركيز. احسنت. نفس الفكره وانت تقري الموضوع ذا. ما شاء الله تبارك الله احسنت. دقه وانت مخوف الان لو اني قبل شوي بقول لك السالفه اللي قبل شوي بكياها. نعم. انه اذا كان تقري وصول الاتجاه اللي يقدر ثلاث اشياء يسويها، النقطة الأولى ياخذ اتجاه لو بغى. نعم. النقطة الثانية ينطلق قدام لو بغى، النقطة الثالثة هي تقري وزيادة لو بغى. الآن أنت تقري وش قاعد تخوفه واصلا كان خايف. أول شيء ما راح تقري وش، ثاني شيء ما حاول ياخذ اتجاه. نعم. ثاني شيء ما انطلق قدام ورفض ووقف ولا غد الريوس. في الحالة ذي لو كان الريوس زي ما قلت لك في فراغ بينك وبينه زود كذا أصلا ما راح يدق على زي هذا الوسط. لو فرضنا صاروخ. وقف ما ياخذ تسويت. أحسنت. وقف التعدل. اذا ما قدرت توقف الحصان من الريوس الا عن طريق تغيير الاتجاه واحده من الثنتين، يا انك ركوبك في مشكله او ان الحصان نفسه حتى لو ركوبك زين محيوس فتضطر انك توقف بعد اجواك. جيد. الموضوع المفروض انك خلنا نقول كع من الريوس عن طريق الجمع. احسنت. اذا ما قدرت اوقف مثلا اذا الريوس برضه وقفه. احسنت. إذا ما قدرت توقف الريوس بالشكل هذا معناته انه باختصار قطع السيف بيستغل ريوس عليك. شاء الله تبارك الله. ابو الوتير هذا الرمح ها؟ اي بطل تحري نخاف منها. ان شاء الله تبارك الله. ماذا سيحصل لو كنت تركب خطأ أو يوم كنت تركب خطأ؟ لأنك عادة ما تقول لو ركبت خطأ كنت تركب خطأ أصلاً، مش هيصير في حالة زي هذه. عرضه يروخ ثم يزيد في الانطلاق. الآن طبعاً عقب ما راغ وانطلق تقدر توجه للشيعات، تقدر تروح للشيعات بس الشيء ثابت فراغ وانطلق ثم وقفت ثم وجهت ثم رحت للشيء وصلت للشيء. لو في اللحظة هذه سحلية تحركت في الشيء وكيف انطلق أصلاً أخذ؟ أنت تقول لا أصلاً يوم خفت وقفت ما ركبت. ما انطلقت ولا رغت وقفت ثم لما اروح للشيء اخذ وخوف كما انطلق. وين الفرق؟ الحصان خاف ورديته غير الحصان يخاف ينطلق ثم يروح الخوف يهدى. طبعا بالنهاية اللي مركوب خطأ ومركوب صح اللي مدرب بالطريقة الفلانية والعلانية بالنهاية كلهم
اذا راح الخوف هدا بوريك بحصه نهائيه خوف حصان نعم وما يخاف حد بس في الحاله ذي الحصان ما خاف فكيف نعرف انه لو خاف شو يصير طبعا هو بيقول لك لا يوم خاف انا تعاملت معه صح وترى الحصان ما يخاف الان من شر صح انا فاهم ما انكر بس يوم خاف وش صار انا داري نشوف صح بس في الصح انواع نعم هل خاف وانطلق ويوم راح الخوف وقف او لما خاف ارضك زياده يبغى ينطلق يبغى يروغ ما انطلق ولا راغ اوجه للشيء يروح له اخوفه بالشيء يروح له احركه ووقفه وكعه ودق ريوس وانا قاعد اخوفه بالشيء يحصل هذا ما اقصده بالكر والفرع او الفز والكع لانك تردت الحصان اثناء كل هذه الحالات اضافه النقطه مهمه جدا اللي هي اترك موضوع الرد حتى لو نجحت فيه طبعا هو اصعب شيء هو الرد بس فرضا انت عقب ما ترد الحصان زي ما قلت لك الموضوع تو بادي تو على تو بادي يحل اللعب نعم ممكن سقط يحك يعني قبل شوي لو عندك خطا في اليد لو فرضنا انك قدرت ترد الحصان بالشكل هذا بس جمعك غلط لا تقتنع ان انتم كيف طايحين احسنت بس اللي خلاص ما يلعب هذا قبل شوي قلت استاذ ابو شغل الموضوع نعم. اختمت لو سويتها مع حصان ثانيه كيف بتجيب نفس النتيجه بس بيطيحك ويطيح عليك يعني لن ينطلق او لن يروق صح بس بتجيب الدرجه دي ما صعب تقنعني انه اذا احس حصان تحت طب وش اللي يخليك تسوي؟ لانك كنت سويت شيء اقوى او حول او مقارب للشيء هذا نعم الفكره انك هو مره على مكان طلع لي بطني كلها ان شاء الله تبارك الله